السلام عليكم، معكم موسى الحلو في فيديو جديد وقصة جديدة من قصص الشخصية. للأسف واحدة من أهم القصص اللي حكيتها على اليوتيوب هي قصة سفري على أوروبا، بس اليوتيوب قرر أنه يحذفها. ليش؟ لأنها بتروج لتجارة السلاح. الفيديو كان ترند مع فيديوهين تانيات وعليه 250 ألف مشاهدة، بس في كم واحد شخاخ عملوا إبلاغ على القناة، هيك أزموا أكتر، بلغوا على القناة وانحذف الفيديو وصارت مشاهدات بالأرض. هيك بكل بساطة، بس عادي اللي وراء أنت ماي فريند ما بيخاف. المهم، قصة اليوم صارت معي لما كان عمري تقريبا بين 8 و9 سنوات، والموضوع بدأ لما دخلت على الروضة بسوريا. طولت فيها أسبوع وطفشت. ليش؟ بالروضة كان ابن خالي معي، أزنخ بني آدم ممكن تتعرف عليه بحياتك، يعني الكماخة، يعني السمك، يعني البيض، يا أخي إنسان صمج صفيق. يعني تخيل من وراء تركت الروضة يكون بيركين أنا وياه، يا يقرصني يا يضربني يا يتنمر علي، كرهني الروضة واللي بالروضة. لئيم هيك، لئيم، طب الكاريزما تبعه لئيم، وفي عنده طاقة يعني على طول مكرز. كان معوفني حالي بالصف، وفوق هذا كله يعني بعد ما يضربني ويقرصني ويتمسخر علي يشكيني على الأنسة، وهي الشخاخ الثاني تعاقبني. فمحاولات أبوي برشوتي بالموز والمانجا ما جابت نتيجة. بعد أسبوع ما عاد رحت على الروضة أبدا. هون تخطينا مرحلة الروضة. صار عمري 6 سنين وصار لازم أفوت على المدرسة، وبالفعل أهلي سجلوني بمدرسة اسمها أغيد الحسيني، ودرست فيها الصف الأول. هنيك تعرفت على المتنمرين برو ماكس. هنيك المتنمر يعني تمساح، مو متنمر، يعني متنمر هنيك منظره بس من دون ما يحكي معك تنمر، بس هيك تطلع فيه هو تنمر. والله بتذكر في واحد بالصف كان بيرك بآخر مقعد على اليمين، آخر درج على الزاوية. الصبي هيك معبة وهيك أسمراني، شكله شبه التمساح. كانوا الطلاب يخافوا منه لأنه أي واحد بيكون قاعد مقابله أو بيكون قاعد قدامه بيعضه. بيكون الدرس ماشي والحياة حلوة والطلاب عم يتعلموا، يخطر على باله يمسك إيد الولد ويعضه. تمساح طبيعي. أنا كنت أخاف إني أقرب هنيك على المنطقة تبعيته هاي الزاوية لا يقوم يعني يلقطني من رجلي يشيل لي فخذتي. مخيف مخيف. بس لحسن الحظ كان عمي معاي بالمدرسة بالصف الرابع، وكان يعتبر من زعامات المدرسة. يعني بالفرصة كان يأخذني معاه ليعلمني أصول الجدعنة بالمدرسة، شلون تكون مشلح. مشلح بمعنى إيش؟ الفرصة كنا نروح على بعض الطلاب يلي جايبين صندويش معهم، صندويش دبس، صندويش زعتر. فإذا عطيتنا صندويشة من طيب خاطرك بيكون الأمور تمام. إذا رفضت بيتاخد الصندويش منك، ينقسم بالنص أو ممكن يتاخد كامل وتتقلع أنت. فأنا كنت يعني عنصر من العناصر الصغار، ما لي كلمة، لي بس أنه أروح معهم شلحوا الطلاب الصندويش ناكل خلاص. فمعهم عليهم عليهم. المهم ما كملت السنة هنيك قرر أبوي أنه ننتقل على لبنان، أنه هو فتح شغل بلبنان وكان لازم نستقر لفترة هنيك بلبنان. لسبب ما سجلني أبوي بمدرسة خاصة، مدرسة خاصة نظامها فرنسي، حتى التحدث باللغة الأم ممنوع، ممنوع تتكلم بالعربي. بس الحلو فيها أنه فيها كتير نشاطات، يعني كانوا ياخدونا على حديقة الحيوانات، كانوا يسوون لنا نشاطات بالصف، كانوا يسوون لنا نشاطات طبخ حتى بالصف. كانت بالنسبة للتنظيم وللتعليم مستوى جدا عالي، ولكن كتير غالية. حتى التلاميذ اللي فيها من جنسيات مختلفة، يعني كنا مشكلين وأغلب التلاميذ كانوا بيحكوا فرنسي أو إنجليزي مع أنه لساتنا صف أول. كان في نظام وانضباط شيء مو طبيعي، بس أنا ما كنت منظم مثل باقي الطلاب. أنا كنت تلميذ عاشق للنوم. موسى شو عندك مواهب؟ النوم. والمسكين أبوي حاطط دم قلبه مصاري وحاطط طموح عالي جدا، مو عارفان انه واحد مصاحب علي على اللوكة واشف كوخة. عايزة نطلع ايه طيار؟ كانت على الاقل كل اسبوع تروح علي مرة يا مرتين نومة. ما احس. كان في باصات مدرسة تيجي تاخدنا من جنب البيت، يجي باص المدرسة اللي ياخدني انا نايم ولاني حاسب شي بغير عالم. فتفيقني امي بعد ما يكون راح علي الباص، قوم الله يخرب بيتك. تلاقيني راق الطيران لعند ابوي على المحل مشان ياخذوني على المدرسه. فابوي يخلي حد الشغيل اللي بالمحل ياخذني بميتور الدليفري على المدرسه. جبنا لكم طالب دليفري مع كاتشب. المهم ماي فريند، قرر ابوي بعدها بسنتين انه نرجع على سوريا. شكله قطع الامل مني، مدرسه خاصه ومصاريف والصبي حمار. ليش فحطوني بسوريا بمدرسه والله ما لها حيطان اصلا، مدرسة حكومية يعني ماشية بالبركة. المدرسين فيها بيشتغلوا الصبح مدرسين، وبعد الظهر يا شوفيريت باص يا اما شوفيريت تاكسي. الصفوف اللي بالمدرسة جايبين غرف جاهزة وهيك مطبقينهم جنب بعض وحاطين فيهم مقاعد وحاطين فيهم طلاب وامشي يلا. يعني كان في فرق خرافي بين مدرستي بلبنان ومدرستي بسوريا. فوقت رجعت على المدرسة بسوريا كنت انا مميز بالنسبة للطلاب التانيين، لانه لهجتي كانت مختلفة وتصرفاتي حتى مختلفة، لأنه إذا الولد صغير وعاش بمحيط معين فبياخذ اللهجة أو التصرفات. فكان التنمر لطيف، بالأخص من البنات، أنه
واو انت شلون بتحكي؟ احكي لنا لبناني بالله. يعني بالعربي كنت من نعانيع المدارس الخاصة، حتى مستواي باللغات كان ممتاز، يعني كان بتذكر مستواي باللغة الفرنسية يعادل مستوى الأنسي تبعي، بعض المصطلحات كنت أنا أعرفها وهي ما تعرفها، فكنت كتير محبوب بالمدرسة بالأخص من المزز. بس الموضوع ما طول كتير لحتى ما رجعت على طبيعتي وصرت مثلي مثل بقية الطلاب. بهاي الفترة كنت لساتني طفل انطوائي وقليل الحكي وعاقل كتير، يعني ما بأذي، بس كان عندي مخيلة خطيرة. مخيلتي كنت أشوف يعني شغلات بالحقيقة وهي مو موجودة، وأصنع هيك أفلام وسيناريوهات براسي، يعني كنت أحس حالي موجود بقلب فيلم، وأحب كتير أني أجيب شغلات وأشتغل عليها، أو مثلا أطلع برا البيت وأدور على هيك خشب أو حديد بسوي منها أشكال أو أشياء معينة. سبحان الله من الصغر كان في مخيلة وبزرة لصناعة الأفلام. المهم واحدة من المرات كنت عم بتمشى حوالي بيتنا، وفي مناطق قريبة على بيتنا يعني مناطق زراعية تعتبر، فرحت عم بفتش على عصايات خشب لأنه قررت أني أصنع منها سيوف مشان إلي ولرفيقي نتحارب فيها. عايش دور الأفنجرز وسوبرمان، إنه بدنا نتحارب بالسيوف ونسوي حرب من العصور الوسطى. فبالفعل لقيت قطعتين خشب مرتبين وبلشت هنيك أحفحف فيهم وأزبطهم مشان أطلع سيوف ونلعب حرب الفرسان الثلاثة. بعد ما خلصتهم رجعت أنا على طريق البيت، كانت الساعة حوالي 2 الظهر والشوب يا لطيف، فترة الجيالة شوب نار، قليل لتلاقي ناس بالشارع. هون بنجي ماي فريند للنقطة المهمة. بحارتنا كان في ولد زنخ مشراني يا زلمة ما أبشعه، أولاد الحارة كلها بتخاف منه، بس شفته مقابلك عرف أنه أكلت قتلة هيك من دون ولا شيء. مشراني الزلمة طبيعة، يعني تخيل بس إجا واحد جديد على الحارة أول شيء بيقولوا له يا الأولاد لا تتعامل مع هذا البني آدم لأنه مشراني وبيحب يضرب أي ولد بيشوفه. فوقت اللي رجعنا نحن من بيروت قالوا لي نفس الكلام، أنه دير بالك تتعامل معه كتير مشراني. وبالفعل ما كنت اتعامل معه ابدا، كنت اخاف منه صراحه، على موجب الكلام اللي حكوا لي اياه انه بيضرب الاولاد وبيأذيهم ممكن يكسر لهم اسنانهم وهيك. فانا كنت ولد ما بحب المشاكل، يعني بحب هيك لحالي، ولهيك ما كنت اتعامل معه لهذا الولد، خلينا نسميه حسن. المهم وانا راجع على البيت قبل ما اوصل تقريبا بخمس دقائق واشوف قدامي هالحسن، الله لا جعلني شفته، انا شفته خفت صراحه، وصرت احاكي حالي انه اذا شافني هل رح يضربني؟ طيب الأفضل أني أغير طريقي مشان ما يشوفني وأخلص منه. أنا وعم بقرر أني أغير طريقي قام شافني صح لي، رحت لعنده وأنا خايف صراحة. وأنا رايح لعنده قلت يا ولد كون ذكي وخليك استراتيجي والعبها بشكل صح. أنا عندي قطعتين الخشب حولتهم لسيفين، واحد منهم كان ممتاز جدا والتاني مو هالقد هيك قصير وشوي مجعلك، فقلت رح أعطيه هذا السيف القصير حتى أرشيه فيه وهيك بيتركني بحالي، وأمري لله بكون أعطيته يعني شغلة غصبا عني بس خلصت منه. فرحت لعنده، بالفعل أول ما وصلت قلت له أهلين حسون، بتعرف أنه أنا اشتغلت لك هذا السيف لك؟ هذا مني إلك اعتبره هدية لنلعب فيه بعدين. فمسك السيف الصغير وصار يتطلع عليه، طلع هيك على ايدي شافني انه ماسك سيف تاني قام قال لي فرجيني اياه. والله سحب السيف من ايدي وانا خايف من النتائج، قام عجبه قام قال لي بعدها لا هذا السيف عجبني اكتر، خد انت هذا الصغير وانا باخذ هذا الكبير. وانا تعبان بالسيف ومشتغل عليه كتير ومستحيل افرط فيه هيك بهاي السهوله، بس اخذه هيك من ايدي ومشي. فعن جد هون تضايقت كتير، استجمعت طاقتي وشجاعتي وقلت له وقف عندك اعطيني السيف لهون. هون هو ما صدق، انصدم انه واحد من الاولاد عم بيعارض اوامره. فايش سوى؟ سحب مني السيف الثاني الصغير وقال لي اذا بتحكي كلمه قاتلك قتله ومرجعك على البيت عم تبكي. هون دمي صار يغلي عن جد، معصب كتير من حالي انه انا اشتغلت فيهم، يعني هني هلا مو شيء بس بالنسبه للولد انه تعبان كتير بهاي الاشياء مستحيل يفرط فيهم بهاي السهوله. هذا الشيء ماي فريند انه انا تعبان بهذا الشيء وما بدي افرط فيه خلى يصير عندي نوع من الغضب مو طبيعي، عصبت حسيت هيك دمي صار يغلي. سويت الخطوه التاليه، هون والله انا ما تحملت الموقف، اجتني هيك قوة وشجاعة وعصبية ما بعرف من وين، انه بجهنم ساوي اللي بدك اياه، بس ما راح افرط انا بالشي يلي انا تعبان فيه وهو ملكي. شوف الموضوع هو صح بيضحك وقصة اولاد، بس في عبرة من الموضوع وراح اقول لك اياها اخر الفيديو. حسن كان رفيع طويل واسمراني اسمراني كتير، يعني كتر ما بيضلوا بالشموس وبالشوارع وجهه صاير اسمر مثل الليل، وبيلبس نظارات قديمة كتير هيك كزلك، وكتر منظاراته وسخة ومغبشة عيونه ما بتبين. بهاي اللحظة مدري شلون وليش قربت لعنده وبادرت سطرته كف، يمكن بحياتي ما ضربت واحد بهاي القوة، العصبية والضغط اللي كان موجود فيني كله طلعته بهذا الكف. وقت اللي ضربته طاروا النظارات من عيونه وقعوا على الارض انكسروا هيك انكسر طرفهم. انا قلت هلا بده يقوم علي بده يسويني شقف بده ينتفني بسنونه، ما عاد اعرف ايش اسوي. بس هون ضليتني مستجمع قواي وانه مبين له انه انا ماني خايف منك. حسن انصدم صدمة عمره، واحد من الاولاد هذا النعنوع
عم يضربني. ما استوعب الموقف، وقف هيك طلع علي اول شيء هيك تقريبا نص دقيقه عم نطلع نحن هيك بعيون بعض، لا انا فهمان ليش هيك سويت وشلون قدرت هيك اسوي، ولا هو فهمان شلون قدر هذا يسوي هيك فيني. بس الادرينالين عالي كتير بجسمي وماني عارفان شلون راح تكون ردة فعله، بس ضليتني هيك مقاوم وعطيه هيك الزقرة الاسودية انه لك. وفوق المنة قلت له اذا بترجع بتحكي مرة تانية معاي بدي اعفسك تعفيس. حرباطة الجأش وهيك قام راح مسك نظاراته وشاله من الارض لبسهم، طلع علي هيك قال لي ماشي نتواجه، وراح. انا هون مصدوم، بس هاي هي نتواجه؟ طلع الموضوع بهي السهولة؟ معقول انا قدرت اضربه لحسن يلي معجز الحارة كلها والكل بيخاف منه؟ الأنكى من هيك إيش، إنه في دكان صغير بحارتنا كان ابنه لصاحب الدكان يشتغل فيه هيك أكبر منا بشوي، كان عمره تقريبا بال15 سنة أو شيء، فشاف الموضوع هيك وقت اللي نحن تقاتلنا صار كل ما يجي حسن عنده على الدكان يتمسخر عليه، شلون خليت هداك الولد يقتلك ولا شخاخ؟ ما عاد المسكين طلع من الحارة. وانتشرت لك هالقصة ماي فريند، وأنا صرت فيها البطل القومي تبع الحارة، صرت كل ما أشوفه لهذا حسن هيك يلا من هون، والله كان يسلم علي هيك إنه لونك انه صرنا نحن تعرف زعامات مع بعضينا. بس ما عاد حدا بالحارة عبر، وصار يعني خلاص مثله مثل باقي الاولاد، بيجي بيلعب معانا بيحترم نفسه ولا بياكل على تمه من الشيخ الجبل تبع الحارة. هلا بنيجي للفكرة ماي فريند، ليش عم بحكي لك انا هاي القصة تبع الاولاد ماي فريند؟ هاي القصة صح كانت قصة اولاد وانا نسيتها بعدها، تذكرتها بعد حوالي 15 سنة وصرت أفكر فيها. مين اللي سوى لحسن هاي الهيبة وهاي الهامة بالحارة؟ مين اللي سوى حسن زعيم والكل بيحسب له حسن؟ فتوصلت لشغلة أنه نحن أولاد الحارة كنا مسوين حسن زعيم، لأنه مع أنه حسن ممكن ينضرب من أي ولد بالحارة وخلص تنتهي هاي الأسطورة. وفكرت بالموضوع أكثر وشفت أنه حسن مو بس هذا الولد اللي موجود بالحارة، حسن موجود بكل مكان. أغلب السياسيين اللي موجودين ببلدك يعتبروا حسن، لأنه أنت وغيرك عاطينهم هاي القوة وعاطينهم هاي الصلاحية. مديرك أو معلمك بالشغل كمان حسن، لأنه أنت وباقي الموظفين مسوينه حسن. ما في حسن بيصير منه من حاله وبيصير له هاي القوة وهاي الهامة إلا ما يكون الناس اللي تحته هن اللي عاطينه هاي الصلاحيات. لأنه بالنهاية بهاي القصة هذا الولد انكسرت شوكته بعد أول محاولة رد فعل من واحد من ولاد الحارة التانيين بأنه ينهي هاي الأسطورة أنه هو شخص لا يهزم. بس نحن كبشر منحب دائما يكون في حدا حاكمنا، حدا نخاف منه ونحسب له حساب، حدا نشوفه أنه هو ممكن يصل لهذا الشيء ونحن لا. بس هذا الكلام مو مزبوط، أنت وأنا وغيرنا ممكن نوصل للشيء اللي بدنا إياه، إن كان ماديا إن كان سلطة، لكن لازم تحاول انك تغير، لانه هاي الامور ما بتجي لك على البارد المستريح، لازم تخاطر شوي لحتى توصل للشيء اللي انت بدك اياه. هذا الشيء ما بيجيك بالساهل، بكل خطوه بدك تتخذها بحياتك ان كانت شغل ان كانت دراسه ان كانت سفر لازم تتخذ الخطوه الاولى وتخاطر وتعرف انه هذا الموضوع فيه مخاطره ولكن يستحق المحاوله. بس هيك اتمنى اني اكون فدتك بهاي القصه بنصيحه ولو بسيطه، واذا حبيت القصه وحاب تسمع قصص ثانيه قصص جديده من قصص باي فريند اشترك بالقناه، حط اعجاب، شارك الفيديو مع رفقاتك، احكي لرفقاتك الثانيين عن الموضوع، وشوف الفيديوهات القديمه، شوف شلون تحول هذا الطفل البريء لواحد هيك منظره. سلام ماي فريند.